طيب قلت لي انك هتتمنى فوز الاهلي بنهائي دوري ابطال افريقيا، تمني ولا انت شايف انه الاهلي هيكون له الافضليه في هذه المواجهه على المستوى الفني امام الوداد؟ طبعا انا اعتقد ان الاهلي هو اكثر الانديه نجاحا وتحقيقا للالقاب في هذا النوع من المنافسات والبطولات الافريقيه. سوف يقوم بلعب مباراتان على الذهاب والإياب. أتمنى أن الأهلي سوف يفوز بهذا اللقاء. الأهلي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وقدموا مستوى رائعا وعظيما للغاية، وأتمنى له كل توفيق لحصد هذه البطولة.